تمام، روح. الله حيهم، الله حيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. باسمي أصالة وباسم المجلس الثوري العام لمحافظة إدلب وأهالي إدلب جميعا والمنكوبين والمتضررين من الزلزال، وباسمي الشخصي كرئيس لجنة إدارة الأزمة في منطقة عفرين وجنديرس، أشكر إخواننا وأهلنا وأحبابنا وأصدقائنا من أهالي مدينة السخنة الذين بادروا كعادتهم لنجدة إخوانهم وتقديم المساعدة في هذه الأزمة التي شهدها العالم جميعا، ونشهد لهم بأنهم أصحاب اليد الطولة بالكرم والجود والتعاطف مع إخوانهم، إن كان في ميدان المعركة وإن كان في ميدان الإغاثة وإن كان في موضع في ميدان الفزعة والمساعدات. وقد ناديناهم فلبوا نداءنا وشاهدوا بأم عينهم تلك المأساة التي حلت على أهلنا النازحين أصلا من جرم بشار الأسد ومن جور الأمم التي تخاذلت عنا. بارك الله في إخواننا السوريين جميعا أينما كانوا، وأخص بالشكر في هذه القافلة إخواني من أهالي مدينة السخنة وما حولها على هذا العطاء الجزيل. هذا مخيم رشان لبنى العوائل يسمع معروفا ومرس شوي اختي بالله شوي لا تيأس فالخير هذا يا شباب مخيم رشان تعرفني الله استعمرنا والأرض فحصاد العظيم فتح بالمباشر من الشبكة وغرس اليوم لا لا لم نخلق عبدا حاشانا طوال جوا هذا كله بنينا اليوم لا جوا كل خيمة أربعة سفنجات أربعة وسائل لأنه هي 100 خيمة شان تتقسم لسه ترى ما خلصنا خير هذا مخيم الركشان يا لرقص يا هذا هو مو ذبحنا غير المجروح مجروح مجروح طبعا هذول السمان بنت يا شباب شايفينها السمان بنت الشباب اليوم غدا افضل جيل يمضي جيل يكمل ولاخر لحظه ولآخر لحظة